لذلك أنا كان لزاماً علي كفنان فلسطيني يعني امتلكت هاي الموهبة إني أحاول إني أرخ لقضية اللجوء الفلسطيني وبالذات أرسم وجوه الشتات، أرسم معاناتنا وأرخ لهذه اللحظة وهذه القسوة أو هاي الجريمة العالمية بحق الشعب الفلسطيني. الفن أنا استخدمت الفن يعني خرجت فيه إلى الشارع من خلال جداريات في الشارع أمام طلاب المدارس لأعطي الطلاب قيمة الوطنية. I'll get that little piece of dandruff.